الله يمسيكم بالخير يا ربع. طبعا اليوم حاب اتكلم وياكم عن مركب تو جو وطريقة السفر في مركب تو جو. طبعا تو جو بتقدر تشتري تذكرتها عن طريق موقع تو جو الرسمي، وبتاخذ التذكرة بسعر رخيص، وبتختار الغرفة اللي انت بدك اياها والمكان والسرير. ثانيا تقدر تشتري التذكرة عن طريق مجمعات اس ام، تلاقي هناك منافذ بيع موجودة في مجمع اس ام، او بتلاقوها باي محل اسواق شعبية او اي مكتب ببيع تذاكر الطيران، هم بتلاقي عندهم يبيعون تذاكر تو جو. ويعد مركب تو جو من اهم وسائل المواصلات البحرية الموجودة في الفلبين، لانها بتمتاز في الرفاهية ان كانت بالمطاعم اللي جواتها او الوجبات اللي بتقدمها، عكس مراكب الرورو. مراكب الرورو تستخدم بالتنقل بالجزر القريبة استخدام مراكب رورو، وبتكون تذاكرها رخيصة. بالنسبة لمراكب التو جو بتكون تذاكرها شوي مرتفعة، بتكون يعني تتراوح اسعارها حسب المسافة اللي انت رايحها. بتكون المسافة يعني بين بكالود ومانيلا تاخذ الرحلة 29 ساعة، وسعر التذكرة رايح جاي 5800 بيسو. طبعا هذا السعر للغرف التورس اللي بيكون معاك 3 اشخاص بالغرفة، يعني عدد الاشخاص اللي بيكونوا بالغرفة 4 اشخاص. طبعا باخذوا منك ضريبة انت داخل بالمركب، قبل ما تركب المركب باخذوا منك ضريبة تقريبا 80 بيسو قبل ما تركب المركب. يعني هذه رسمية نفس المطارات، لما تيجي تطلع من المطار مثلا مطار سيلاي او مطار إيلو متجه انت على مانيلا، راح تدفع تقريبا 200 بيسو او 300 بيسو في المطارات، اما في المراكب تدفع 80 بيسو ضريبة. اللي بيميز توجو مكيف ما شاء الله، بيكون تكييفه حلو، الرحلة ما بتحس فيها، بتحس حالك كأنك قاعد ببيت، والمكان يعني وناسة، في مطاعم، في قعدات، في كافيتريات، في مقاهي. إذا ما تبي هاي الشغلة كلياتها، في كمان ماكينة اللي هي الكاريوكي، تقدر تغني وتقعد، ما حد إلا عندك، وناسة، وبتتعرف على ناس وتشوف ناس. أنا أحب هذه الرحلة انهم يجربوها الشباب اللي مو مرتبط، يعني بيستانس في هذه الرحلة. اذا كانوا مجموعة من الشباب جايين الفلبين برحلة وتنقل بين المدن وبين هذا، الافضل انه يركب التو جو، راح يحس بالوناسة والمتعة. وزي ما قلت لكم التو جو يعني اذا انت قصيت رحلة طويلة تعدي 24 ساعة، يعطونك مع التذكرة 3 وجبات، تكون الفطور والغداء والعشاء. طبعا هذه من ضمن الوجبات كاملة، وغير ان الله يسلمكم تقدروا ان تنقلون الحيوانات مالتكم الاليفة ان كانت قطط او كلاب، بس يكون معاكم تصريح من وزارة الصحة انه ماخذين جرعاتهم وتطعيماتهم كاملات، ويكون معاكم تصريح. في شغلة ثانية اللي يميز مركب تو جو، في حال انك حجزت غرفة وطلعت الغرفة مو عاجبيتك ولا شيء، ولا تبي تغير المكان لمكان أفضل، تقدر تكلم الاستعلامات في مركب تو جو وتغير غرفتك وتدفع الفرقية.